مساء الخير زميلي عزيز احمد، يعني تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو وكل جمهورنا ده في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين ومصر بخير باذن الله رب العالمين. محمد خليني اعرف منك، يمكن عاد المنتخب المصري امبارح من رحلته لغينيا، مفترض انه في برنامج استشفائي محطوط للاعبين الدوليين، عايز اعرف منك تحضيرات النادي الاهلي لمواجهه فاركو، اخبار عوده اللاعبين الدوليين، والموقف بالنسبه لبيرسي تاو ووسام ابو علي. يعني يا احمد، يمكن الفريق على طول للاستعداد على قدم الوثائق هنا، استعداد لمباراه فاركو طبعا الدور الاول عقب حصول النادي على دوري ابطال افريقيا للمره ال 12، وكمان عوده المنتخب الوطني زي ما ذكرت. يمكن اللاعبين الدوليين مستر مارسيل كولر فضل راحتهم يومين، خاصه ان لاعبين مباراتين في اقل من اربع ايام، وكمان رحله سفر طويله جدا، ففضل اراحتهم، خاصه يا احمد ان اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي هنا يمكن اتدربوا بشكل اقل، كمان كان فضل انه يعمل مباراه وديه امام النجوم علشان يبقى برده في حمل بدني وتدريب ومباراه ياخدها اللاعبين، ما يفضلوش فتره كبيره من غير تدريب. ولكن طبعا الدوليين حصلوا على راحه بالامس واليوم، وباذن الله مشاركتهم هتكون في التمرين الاخير باذن الله بكره. يمكن كمان الفريق مسافر بكره يا احمد الاسكندريه، فهيكون التدريب التجمع الساعه 3، التدريب الساعه 4، وعلى طول فور انتهاء التدريب هيكون السفر لمحافظه الاسكندريه ومدينه برج العرب تحديدا، فريق يخش فيها معسكر مغلق استعدادا ان شاء الله لمباراه فاركو مقرر ليها 7 مساء الجمعه على ملعب برج العرب بالاسكندريه. زي ما قلت لك اللاعبين هيشاركوا بكره، كل اللاعبين الدوليين الاخرين يا احمد باستثناء وسام ابو علي اللي حضر بالفعل للنادي الاهلي منذ الامس وبيخوض برنامجه الاستشفائي والعلاجي مع دكتور احمد جاب الله والجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي. بيرسي تاو اليو ديانج باذن الله كمان هيكونوا موجودين في تدريبات الفريق بكره، مشاركتهم بقى من عدمه يا احمد ده هيحددها الجهاز الفني. ولكن طبعا انت اتكلمت كمان على المصابين، فللاسف في تدريب الامس تعرض مصطفى مخلوف حارس فريق النادي الاهلي لكدمه في الوجه، طبعا اتحط تحت الملاحظه لمده 24 ساعه، والاشعاعات اسفرت او انتجت عن ان مصطفى مصاب ببعض الكسور في الوجه. طبعا دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي منحه راحه لمده اسبوع، ومن بعدها على طول بقى هيخش في التدريبات الاستشفائيه والعلاجيه ورحله علاجه باذن الله رب العالمين. وسام كمان بقى مع مزيدا من الفحص والاشعاعات هنا في مصر ومع دكتور احمد جاب الله، يمكن اثبتت الاشعه هنا ان الاصابه هي جزع في اربطه الكاحل، ان شاء الله الامور مطمئنه وفتره غيابه باذن الله ما تكونش كبيره. بيرسي تاو طبعا زي ما شفنا امبارح المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا عقب مباراته مع زيمبابوي اتكلم عن غياب بيرسي تاو وانه بسبب الاصابه، على طول دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي طبعا طبقا لتعليمات كابتن خالد بيبو مدير الكره تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا وطلب منهم تقرير بحاله بيرسي تاو بشكل تام. التقرير اللي ورد يا احمد من الجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا، يعني المعلومه دي طبقا للجهاز التقرير الوارد للدكتور احمد جاب الله والجهاز الفني هنا النادي الاهلي، هو اصابه بيرسي تاو بشد في العضله الخلفيه. بالطبع زي ما قلت لك اللاعب هيصل غدا، هيبدا بقى رحله من اول وجديد، يعني دكتور احمد جاب الله هيشخص اللاعب من اول وجديد، هيتم توقيع الكشف الطبي عليه والتعاون مع اصابته باذن الله، وبنتمنى باذن الله انها تكون بسيطه ونطمن عليه. ده بخصوص الثلاث مصابين طبعا بجانب علي معلول اللي ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا طبعا. الفريق زي ما قلت لك تدريبه النهارده يمكن التدريب ابتدى في تمام السادسه بعد التدريبات البدنيه، ومن بعدها على طول تدريبات الكره، وان شاء الله يختتم بتقسيمه كده صغيره في وسط ملعب، ومن بعدها على طول ان شاء الله يختتم المران، وبكره ان شاء الله المران الاخير والاساسي اللي ان شاء الله هيكون قبله محاضره فيديو مع مستر مارسيل كولر طبعا بوجود كل اللاعبين اللي هيخوضوا المباراه. ليه بقى؟ الدخول في الجزء الفني بشكل اكبر لمباراه فاركو بالتحديد، وباذن الله من بعدها الفريق يسافر الاسكندريه. دعواتك بقى ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله تبقى عوده قويه للمسابقات المحليه باذن الله. اول ثلاث محمد خليني اسالك خليني اسالك على ديانج، لانه في كلام على ديانج ومع على مشاركته مع مالي وعلى اصابته، هل عندك تفاصيل او تطورات فيما يتعلق بعوده ديانج للاهلي؟ باذن الله زي ما اتكلمت مع كابتن خالد بيه مدير كره النادي الاهلي ان شاء الله ديانج هيكون موجود هنا في القاهره بكره باذن الله رب العالمين. ولكن طبعا يمكن ما فيش اي كلام عن اصابته او تقرير وردت، يعني طبعا بخلاف بيرسي تاو على طول اول ما كابتن خالد بيبو يعني سمع التصريحات الجهاز الفني لمنتخب جنوب افريقيا تم التواصل على طول مع الجهاز الطبي هناك من قبل الدكتور احمد جبل، ولكن يعني قال ديانج ما فيش اي كلام عن اصابته او اي حاجه، ان شاء الله هيكونوا موجودين بكره سواء هو او بيرسي تاو مع الجهاز الفني والفريق هنا. وهيبقى بقى الكلام يعني يحمل هيبقى في فحص حتى اللاعبين لما بيجوا من اي ده المتبع في النادي الاهلي لما بيجوا مشاركات دوليه مع اي منتخب، حتى لعيبه مصر بقى في تواصل على طول مع الاجهزه الطبيه للمنتخبات المختلفه وما بين الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي، وكل اللاعبين لو في اي شكوى او اي حاجه بيتم بقى يعني اخذ رحله العلاج من بدايتها سواء الكشف او التشخيص او الاشعاعات بيتم اجراها هنا من اول وجديد في النادي الاهلي بواسطه الجهاز الطبي وتحت اشراف الجهاز الفني بالطبع. طيب انا عارف انه الجهاز الفني ادى اللعيبه الدوليه اللي كانت مع منتخباتها 48 ساعه راحه، ده ينطبق على المنتخب الاول ينطبق على المنتخب الاولمبي، ولكن هل في لعيبه جت النادي النهارده؟ لانه يعني احنا بنتكلم طبعا على جميع اللاعبين سواء اللي شاركوا في المباريات او حتى اللي ما كانش ليهم فرصه المشاركه.
وهل عمر كمال مثلا كان، انا عندي معلومه ان عمر كمال كان موجود النهارده في النادي في الجيم، ومحمد عبد المنعم كمان كان موجود في النادي، ولكن طبعا هم في راحه. اللعيبه بتيجي مثلا ممكن حد يكون محتاج تدريبات في الجيم، تقويات معينه، طبعا ده طبقا لاحتياجات اللاعبين، ولكن الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر منحهم راحه من التدريبات. طبعا انت شايف احمد ضغط، يمكن الفريق هنا اللي موجود في النادي خلاص خدوا اجازه عقب بطوله افريقيا، ولكن لاعبي المنتخب على طول، يعني يمكن تم على طول مواصله التدريبات صحيح. من بطوله افريقيا على طول على المنتخب، يمكن ده كمان اللي دعا مستر مارسيل كولر ان الفريق مش هيستمر في اسكندريه احمد، يعني الفريق هيلعب مباراه فاركو وهيعود مره اخرى للقاهره. ده طبعا بسبب ضغط المباريات سواء مع المنتخب او كمان المعسكرات، وكمان انت مكمل رحله يا احمد تقريبا على مدار شهر هتلعب 9 مباريات تقريبا كل 3 ايام ماتش، فمش هيبقى في مجال، وخاصه كمان مع اجازه عيد الاضحى المبارك. فيمكن مستر كولر مع كابتن خالد بيبو فضلوا ان الفريق يسافر اسكندريه يلعب مباراه ويعود مره اخرى. انت عارف طبعا فتره تلاحم كبيره بتاثر على اللاعبين بدنيا وفنيا طبعا. وكمان يا احمد من الناحيه النفسيه وجودهم مع اسرهم ده حاجه مهمه جدا، فده اللي دفع الجهاز الفني انه يدي راحه للاعبين. يمكن حتى زي ما قلت لك حراسه المرمى النهارده موجود، تم دفع يعني عنصرين من عناصر الشباب، موجود الحارس محمد ابو جريشه والحارس اياد تامر جنب محمود الزنفوري طبعا نظرا لاصابه مصطفى مخلوف، غياب طبعا حمزه علاء مع المنتخب الاولمبي، وكمان محمد الشناوي ومصطفى شوبير مع المنتخب الاول. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينة النادي الاهلي صعب الحقيقة.